يعد مشروعات توسعه شارع الشيخ خليفه بن سلمان وتطوير شارع الشيخ عيسى بن سلمان نقله نوعيه تضاف الى سلسله المشاريع الاستراتيجيه التي تنفذها الحكومه وباشراف مباشر من قبل وزاره الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والتي ادت الى رفض البنيه التحتيه واحداث تطوير ملموس في شبكه الطرق. مشروع هندسي يضاف إلى سلسلة مشاريع تطوير البنية التحتية في مختلف طرق المملكة الحيوية المتمثل بنقل الحركة المرورية بشكل حر دون توقف للقادمين من المنامة على شارع الشيخ خليفة بن سلمان مباشرة باتجاه الشرق إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان المعروف بتقاطع صار، عبر إنشاء جسر علوي بمسارين بطول 800 متر، مع تطوير شارع الشيخ خليفة بن سلمان بتوسعته في الاتجاهين، وذلك بإضافة مسارين اثنين في كل اتجاه بطول 3 كيلومترات، ليصبح أول شارع في المملكة بخمسة مسارات في كل اتجاه. إحداث نقلة نوعية ملفتة في أداء ومستوى شبكة الطرق من خلال إنشاء وتطوير عدد من الشوارع الرئيسية، وفتح المجال أمام أعمال التطوير المستقبلية والتخفيف من كثافة الازدحام المروري وزيادة مستوى السلامة لجميع مستخدمي الطريق وتسهيل الوصول لمختلف مناطق المملكة. ويعتبر مشروع تقاطع سار أحد أهم هذه المشاريع في الخطة الاستراتيجية. احنا اليوم نأتي في هذا العام بنقلة نوعية جديدة في الشارع من خلال توسعته في الجزء المحصور بين تقاطعه مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان وتقاطعه مع شارع البديع، وإنشاء الجسر العلوي باتجاه شارع الشيخ عيسى بن سلمان. وهذا أيضا طبعا من ضمن الخطط الاستراتيجية للوزارة خلال الأعوام القادمة بإذن الله تعالى. تعتمد تقنية الدفع التدريجي على الصب المسبق للخرسانة، ويتم ذلك من خلال تجهيز منصة للصب عند بداية الجسر، يتم فيها صب وتجهيز القطع الخرسانية وفق شروط وظروف معينة لإنتاج قطع خرسانية ذات جودة عالية. تتم هذه العملية على 3 مراحل متزامنة، هي مرحلة شد القضبان الحديدية، ثم مرحلة الصبة الأولى للخرسانة، تليها المرحلة الصبة النهائية للخرسانة. بعد افتتاح المشروع والإعلان عن نهاية العمل فيه، سجلت الطاقة الاستيعابية لشارع الشيخ خليفة بن سلمان زيادة بنسبة 66%، ليرتفع مقدار استيعاب الشارع بعد التوسعة إلى أكثر من 327,500 مركبة في اليوم، في حين وصلت نسبة الطاقة الاستيعابية للمنحدر المؤدي إلى مدينة عيسى إلى 300%. ثبات الخطوات التي تسير بها المملكة لإحداث نقلة نوعية في منظومة الطرق تزداد وضوحا كلما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع لتطوير شارع حيوي ما، أو بناء جسر قد علا واستقام وانحنى بمواصفاته العصرية، الأمر الذي من المؤكد أن يلفت نظر المارين بحافلاتهم المختلفة بمضي البحرين نحو إحلال وتجديد شبكة طرق تواكب التنمية والنهضة العمرانية فيها. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.